متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الدرس 20 من سلسلة تعلم لغة تركية من الالف الى الياء. ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان ضمائر الاشارة. اذا خذوا ورقة وقلم ولنبدأ على بركة الله. درس يرمى اشارة صمير لرى. ضمائر الاشارة متابعي الكرام غادي نقسموهم لجوج ديال الاقسام. كاين ضمائر الاشارة في حالة المفرد، وكاين ضمائر الاشارة في حالة الجمع. نبداو باول قسم اللي هو ضمائر الاشارة في حالة المفرد، وغادي نجبرو فيه بو وشو وأو. بو بمعنى هذا، شو ذاك، وأو ذلك. بعد ما تعرفنا على ضمائر الإشارة في حالة المفرد، الآن غادي نتعرف على ضمائر الإشارة في حالة الجمع. وكاين بونلار بمعنى هؤلاء، شونلار بمعنى أولاء، أونلار بمعنى أولئك. إلا بغينا نطرح سؤال عن غير العاقل في حالة المفرد، كيفاش ممكن أننا نطرح هذا السؤال؟ فقبل ما ندوزوا لمرحلة التطبيق، غادي نعطيكم ملاحظة متابعي الكرام. فوياخ كنستعملوا ضمير الإشارة بو ملي كتكون شي حاجة قريبة علينا. فويخ كنستعملو الضمير شو ملي كتكون شي حاجة أنفس معنا، بمعنى مقابلة معنا. فويخ كنستعملو أو ملي كتكون شي حاجة بعيدة علينا. غادي ندوزو لمرحلة التطبيق باش كومسا غادي توضح لكم رؤية أكثر فأكثر، فخليكم معنا. ناخدو المثال الأول واللي هو بو ني. بو ني، بو ني بمعنى ما هذا. بو كالم، بو قلم، بو قلم، هذا قلم. المثال الثاني واللي هو شو ني. شو ني، شو ني، ماذاك. شو كتاب، شو كتاب، شو كتاب، ذاك كتاب. المثال الثالث واللي هو او ني. او ني، او ني، ما ذلك. او بارداك، او بارداك، او بارداك، ذلك كأس. بعد ما تعرفنا على كيفاش ممكن اننا نطرح السؤال عن غير العاقل في حالة المفرد، الان غادي نكتشفوا جميعا سويا كيفاش ممكن اننا نطرح السؤال عن العاقل في حالة المفرد ايضا. وهنا يعطيتكم مثال واللي هو بو كيم. وبزاف منكم غادي يقولوا لي هند علاش ما طرحتيش السؤال بو ني. وهنايا غادي نبغي نقول لكم بلي ني كنستخدموها في غير العاقل، كيم كنستعملوها في العاقل. الوغ بو كيم بمعنى من هذا. واذا ربيتو معايا البال في الاول، قلت لكم فويخ كنستعملو بو الا كانت شي حاجه قريبه منا او قريبا عندنا. فالجواب على هذا السؤال هو بو علي. بو علي، بو علي، هذا علي. مثال ثاني واللي هو شو كيم. فويخ كنستخدمو شو ملي كتكون شي حاجه انفاس معنا او مقابله معنا. وهنا نعطيكم مثال. الصديقه ديالي زهره شافت انفاس معها الاستاذ احمد، لكن بغات تسقسيني انا كصديقه ديالها. الوغ كسؤال غادي تقول لي شو كيم، من ذاك. انا غادي نجاوبها وغادي نرد عليها وغادي نقول لها شو احمد، شو احمد، شو احمد، ذاك احمد. المثال الثالث واللي هو او كيم. فويخ كنستخدمو او المسافه البعيده او المدى البعيد، او الى شفنا واحد الانسان او واحد الشخص لواحد المسافه بعيده بزاف. وهنا غادي نعطيكم نفس المثال. الوغ الصديقه ديالي زهره شفت الاستاذ حسن من مسافه بعيده بزاف، وغادي تسقسيني وغادي تقول لي او كيم، من ذلك. انا غادي نجاوبها وغادي نقولها او حسن، او حسن، او حسن، ذلك حسن. نكتفي بهذا القدر متابعي الكرام، على أمل أن نلتقي بإذن الله تعالى في الدرس القادم، واللي غادي يكون عبارة عن جزء ثاني ومكمل لهذا الجزء هذا، بحيث أننا غادي نهضروا فيه على كيفاش ممكن أننا نطرح السؤال عن العاقل وعن غير العاقل في حالة الجمع. خليت لكم راحة، تبقاو على ألف خير. ما تنسوش بطبيعة الحال الإعجاب بهذا الفيديو هذا والمشاركة ديالو مع كافة الأصدقاء ديالكم لتعم الفائدة. إضافة إلى ذلك، إلى أول مرة كتشاهدوني أو كتتابعوا إحدى فيديوهاتي، فما تبخلوش عليا بأنكم تدخلوا القناة، تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.